ينضم إلينا من لندن دكتور عبد الكريم قزاز، الطبيب المختص بعلم الوبائيات والباحث المشارك بجامعة كينغز كوليدج لندن. دكتور عبد الكريم، منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار متحور أوميكرون في أوروبا، وتتوقع أن نصف أوروبا ستصاب به في الأسابيع القليلة المقبلة. كم جرعة نحن بحاجة لنتخلص أو لكي نتمكن من محاربة هذا الفيروس؟ بداية أنا أسعد الله أيامكم، ويعني الحقيقة كما تفضلتي في ما عرضتي، يعني كنا في سباق مع هذا الفيروس، كلما كنا أسرع في تلقيح عدد أكبر من الناس نقطع الطريق على الفيروس من إنتاج متحورات جديدة قد تعيدنا إلى يعني نقطة البداية من ناحية التلقيح مرة أخرى. الآن جرعتين من اللقاح هي غير كافية بشكل واضح. كنا في البداية نتحدث عن فعالية اللقاحات ضد حتى العدوى، يعني ضد أن نلقط الفيروس، ولكن الآن نتحدث عن فعالية اللقاحات فقط ضد المرض الشديد حتى ما نروح على المشفى. لذلك فعالية كل اللقاحات انخفضت. الآن أمام أوميكرون أن نعزز المناعة بجرعة ثالثة، ولكن للأسف هذه الجرعة الثالثة قد لا تدوم طويلا. من الممكن لهذا المتحور أن يعني يبدأ بتحدي المناعة بعد 3 إلى 5 أشهر بعد الجرعة الثالثة أيضا، ولذلك كان الحديث عن جرعة رابعة. مثلا دولة مثل إسرائيل بدأت فعليا بتلقيح كل البالغين بجرعة الرابعة. الآن بسبب أن هذا المتحور الجديد يختلف شكليا عن المتحورات السابقة، وأن الجزء الذي تستهدفه اللقاحات في هذا المتحور قد تغير، ولذلك كانت الحاجة لإنشاء نسخ جديدة من اللقاحات تستهدف هذا المتحور، وبنفس الوقت يعني تكون فعالة ضد المتحورات السابقة. منذ ظهور هذا المتحور كانت الشركات تسعى لذلك. دكتور، اسمح لي أن أكون محامي الشيطان لسؤال واحد بس. هناك من يقول أو من يرى بأن الشركات الأدوية هذه الكبرى التي تقوم بتصنيع اللقاحات لديها نوايا تجارية نوعا ما. إلى أي مدى هذه يعني التصريحات أو الأفكار صحيحة؟ يعني أنا لا أعتقد أن قطاع اللقاحات أثناء الجوائح العالمية هو قطاع مربح كثيرا، لأن يكون هناك ضغط كبير على هذه الشركات حتى تنتج كمية أكبر بسعر أقل حتى يكون اللقاح متوافر أمام للعالم بأجمعه. يعني مثال، عندما مولت الحكومة البريطانية شركة أسترازينيكا وتعاقدت مع جامعة أكسفورد، كان شرط جامعة أكسفورد لشركة أسترازينيكا أن تخفض سعر اللقاح ليكون تقريبا بسعر التكلفة لضمان وصوله إلى أكبر عدد من الناس. ولا أعتقد أن هناك كان هامش ربح كثير عندما تكون الجرعة بحدود 3 إلى 4 دولارات فقط. وبالتالي قد يكون هناك شركات أخرى سعر الجرعة كان أكبر، من الممكن أن يكون هناك أرباح، ولكن الضغط الأخلاقي والحكوماتي والسياسي على هذه الشركات يعني قد من الممكن أن يعني يجعل هذه الشركات تخسر. لا ننسى مثلا الخلاف الذي حدث بين أوروبا وأسترازينيكا مما أثر سلبا على الشركة. فلا أعتقد أن هناك الآن يعني أمر تجاري، ولكن نعود نذكر أنه صحيح بأوميكرون هو خفف فعالية اللقاحات، ولكن الشيء المبشر أنه المناعة المتولدة بعد الإصابة بأوميكرون قد تكون كافية وبديلة عن اللقاحات. فبالتالي في ظل عدم عدالة توزيع اللقاحات وصعوبة وصول اللقاحات إلى كثير من الشعوب، قد يكون الإصابة بأوميكرون نفسها هي البديل، وخاصة عندما يصاب قسم كبير. جامعة واشنطن قالت أنه خلال 3 أشهر القادمة سيصاب 3 مليارات من العالم، يعني أكثر من كل الإصابات الصارت من قبل، وبالتالي هذا قد يؤمن مناعة ما بتخلينا بحاجة لكثير من اللقاحات لاحقا. طب منظمة الصحة العالمية تقول اليوم تصريحات من منظمة الصحة أننا لا يجب أن نتعامل مع متحور أوميكرون على أنه بداية النهاية للجائحة، يعني البانداميك لن تتحول إلى أنداميك ويصبح مثل، يعني لا يمكن أن نتعامل معه مثل الرشح الموسمي. ما رأيك؟ هلا هذه التصريحات حتى يعني لا تدفع الناس للاطمئنان وينسوا واجباتهم تجاه الإجراءات الصحة العامة وإجراءات الحماية وضرورة اللقاحات. لأن الناس عندما نقول لهم أنه خلص هذا الكوفيد تحول إلى مثل الشيء مثل الإنفلونزا، فالناس تتراخى بتنفيذ الإجراءات، وهذا يضع أصحاب الخطورة مثل الكبار بالعمر أو أصحاب المرض المزمنة في خطر كبير. يعني حتى الآن مين اللي هو بيروح على العناية المشددة ومين يتعرض للوفاة من الأوميكرون؟ هن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة واللي عندهم سرطان واللي عندهم الكبار بالعمر.
هذه الفئة ستوضع بخطر إذا الكل تراخى، وبالتالي نقول لابد من الحذر أثناء الأشهر القادمة، ولكن كل المؤشرات الوبائية تقول أنه غالباً هذه الجائحة ستتحول إلى وباء مستوطن خلال هذا العام، ممكن الربيع، ممكن الصيف القادم، ولكن قد يكون هناك تكلفة لندفعها خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الطورة العالية، لذلك يجب أن نحمي هؤلاء من خلال إجراءات صارمة خلال الأشهر المقبلة. يعني دكتور نحن وصلنا لمحل بس بدنا نخلص إن شاء الله. دكتور دعني أسألك عن فعالية اللقاحات بالنسبة لموديرنا وفايزر تحديدا، والتراجع الفعالية من واحد حسب التصريحات من 91% إلى 66%، ومدى علاقة ذلك أيضا بالمتحورات الجديدة؟ يعني الآن اللقاحات كما ذكرتي بالتحديد في منذ ظهور متحور دلتا تراجعت الفعالية، متحور دلتا صرنا نسمع الفعالية بين 60 إلى 70% ماكسيموم عند أغلب اللقاحات. الآن في متحول أوميكرون الفعالية انخفضت أقل من 50%، بل ممكن حتى أكثر الفعالية المطلقة، ولكن صرنا نركز على فعالية اللقاح ضد المرض الشديد. أحدث دراسة من Public Health England قالت أنه مثلا لقاح فايزر مع الجرعة الداعمة بوستر دوز هو فعال بنسبة تصل إلى 90% ضد المرض الشديد اللي يودي إلى المشفى. يعني أنا لو أخذت البوستر دوز من الممكن أنه أتعرض لمتحور أوميكرون، ولكن قد يكون الإصابة خفيفة جدا وفترة الأعراض خفيفة لا تتجاوز 5 أيام ولا أذهب إلى المشفى، وهذا هو نقطة التحول تجاه التعايش مع هذا المرض. الآن ليس الهدف من اللقاحات أنه أنا أقضي نهائياً على الفيروس أستأصله، هذا مستحيل، ولكن هدفي أن أخفف حدة المرض، وهذا ما تنجح اللقاحات فيه. لذلك من الممكن أن نتحرك تدريجياً لمرحلة التعايش خلال الربيع المقبل إن شاء الله. شكراً لك دكتور عبد الكريم قزاز، طبيب مختص بعلم الوبائيات وباحث مشارك بجامعة كينغز كوليدج لندن، كنت معنا من لندن. شكراً جزيلاً لك.